في حرب عالمية ثالثة على الإسلام فقط في الدول كلها. الإسلام مقموع في العالم كله حتى في الدول الإسلامية. لماذا؟ لما أنت قمعت المبادئ والقيم عندك جيل متفلت صار. بقدر ما بتقمع الدين في تفلت بيصير، بالعكس بيصير تفلت، يعني شيء كان كبير صار ما له قيمة عند الناس. فموضوع الأمة وثقافة الأمة ودين الأمة مش قليلة سهلة. مليارا مسلم نحن في الأرض، نحتل أكبر موقع في العالم استراتيجي، نملك نصف ثروات الأرض، ولأننا لا نطبق هذا المنهج الإلهي نحن أفقر دول وبأسنا بيننا والغرب يتفرج علينا وعلى صراعاتنا. حينما هان أمر الله علينا هن على الله، هي حقيقة خطيرة جدا. أنا لا أصدق أن يسمى المسلم مسلما إذا كان فكره في واد وعمله في واد، ما بصدق. استقيموا يستقم بكم في دعوة في السلوك أبلغ 1000 مرة من الدعوة بالكلام. المؤمن مستقيم في حركته، في بيته، في عمله، بكسب ماله، بإنفاق ماله، بلقاءاته، بسهراته، بنزهاته، بعطاءاته، وفق المنهج. فالمسلم قضية نموذج، قضية شخصية فذة محبوبة متواضعة كريمة حليمة. الإسلام أخلاق. النبي أوتي 1000 خصيصة يتميز بها، أما حينما أثنى الله عليه قال له وإنك لعلى خلق عظيم.